بس الجنيه غير الدولار والمزاد مفتوح. نسمع مرتضى منصور. حضرتك كنت اتصال بي واحمد مرتضى وسيد مرعي وكل يعني بعد ما مضى، هل حصل اتصال ما بينكم؟ هل حاجه ولا يوم. علمت حاجه ولا لا ده كل يوم. ايه؟ ده كل يوم اتصال. لا بعد ما مضى في الاهلي. لا هو طبعا بعد ما مضى في الاهلي احنا بنعرف ناخد حقنا، احنا عندنا شرط جزائي في النادي. 100 مليون جنيه فعلا؟ جنيه؟ انا برضو بتاع جنيهات يا خالد. كام الشرط الجزائي؟ 100 مليون دولار. جد والله العظيم؟ اه والله. طيب انا عايز اقول حاجه بقى. حاجه؟ وبعدين معاك. لا اصل ده حاجه ما تتفوتش. عايز اقول حاجه. عايز اقول حاجه ان هذا الموقف ممكن ناخده مليون طريقه. ناخده طريقه هو مين اللي علم على التاني؟ محدش علم على التاني يا جماعه. ده بيتصرف لمصلحه ناديه استاذ مرتضى منصور، واحنا بنتصرف لمصلحه نادينا، وده لاعبنا وبقى عندنا. يعني بقي عندنا اللاعبان. طبيعي جدا انك انت حاولت تاخدهم، مش زعلانين منك خالص، ها؟ لكن طبيعي جدا لما نحتفظ بيهم. خلصت الليله وشفناها قبل كده يا جماعه. استاذ ابراهيم في وائل الاباني و هتشوف هتيجي دلوقتي على تصرفات الاهلي. ما والنبي سيبنا كمل. طيب مش كل حاجه هننقلها لمرحله وبعدين يفوت معاد. وائل الاباني كان مضى وبرضه خد فلوس وخدها في التوقيت السليم وكل حاجه، ولما غير رايه اتفضل رجع الفلوس. نفس الشيء شيكابالا، رغم ان شيكابالا بقى ايه كنا خدناه من باوك. يعني كنا متفقين مع باوك، الزمالك ما كانش في الصوره، لكن لما حب يرجع الزمالك ومضى للزمالك، اللاعب اختار الزمالك مش هنعمل ازمه. انتهى. في حاجات بين الانديه، واعتقد ان الاستاذ مرتضى يلمح كثيرا ان في دوله وفي بلد وهنرجع ومصلحه مصر ومصلحه. هو الراجل قد يكون مش عايز يصدر ازمه، لكن في نفس الوقت ما فيش داعي بقى للتسخين. ما فيش داعي للتسخين، دعنا ننتظر الامر. لان لكل مقام كلام. وموقف بالظبط عبد الله السعيد هو مع الاهلي والزمالك، هو موقف جده مع الاتحاد والزمالك نفسه هو. طيب الاهلي ما يشرفهوش انه لاعب يلعب عنده ما عندوش رغبه كامله في ان هو يرتدي فانيلته ويدافع عن اسمه، عشان كده ما ان تهتز هذه الرغبه شكرا ليك، هات الفلوس اللي خدتها خد عقدك. ده حصل مع لعيبه كتير. بس احنا كنا عايزين نشوف استاذ المشهد ده، في كلام مهم هنشوف المشهد. لكن دلوقتي المهندس عدي فكرنا بوائل الاباني، هنسمع وائل الاباني لاعب الزمالك لما مضى للاهلي وقبض فلوس ومضى على عقد، ايه اللي حصل بعدين؟ وائل الاباني يعني لو عاد بيك الزمن مره تانية كلاعب هتختار الاهلي ولا الزمالك؟ لا الزمالك، ما حصلت قبل كده. يعني ما انا مضيت في الاهلي وخدت فلوس ورجعت الفلوس، وقلت برضو ان انا مضيت في الاهلي سبب من عضو مجلس اداره هو السبب في الموضوع ده في نادي الزمالك، ان انا رحت اجدد وهو اتفق معايا، وبعد كده لما اتفق معايا على حاجات ما نفذهاش، وبعدين يعني سخن الصحافه عليا، كتب عليا كلام مش كويس، رحت قلت له انت قلت الكلام ده؟ قال لي اه، عشان مش هنقدر نعمل اللي انت قلت عليه. قلت له انا ما طلبتش المستحيل وانت وافقت، انت ورئيس النادي تمام، فانا ما قصرتش معاكوا، فليه انت تعمل معايا كده يعني؟ فاهمني؟ فساعتها كان نادي الاهلي بيكلمني، فرحت مضيت وخدت فلوس. اما حصل ان نادي الزمالك ان في ناس اتدخلت وحسيت، ويعني برضه كان في وائل قباني مضى، وائل قباني ما مضاش، الجماهير يعني عارف برضه ايه، ما حصل فيه تدخلات. لا انا لقيت ان انا لعبت في نادي الزمالك ست سنين في الوقت ده او خمس سنين، انت فاهمني؟ فقلت لا انا هرجع في امضيه تاني في النادي الاهلي، وعرضت على فكره برضه نفسي للخطر، الناس مش واخده بالها ان انا كنت ماضي في ناديين، يعني كان ممكن اتوقف، لكن قلت لا انا ارجع بيتي تاني نادي الزمالك، يعني انا لعبت فيه، فمن باب اولى ان انا اروح نادي الزمالك وخلاص، يعني الناس اتدخلت فرجعت نادي الزمالك.
دكتور كمال درويش وقتها كان رئيس الزمالك كلم الكابتن حسن حمدي وائل عايز يفضل عندنا، المهندس الكابتن حسن كلم المهندس عدلي شوف وائل الياباني لو كانت فعلا رغبته مش عايز يكمل معانا وعايز يرجع في لنادي تاني خد منه الفلوس واديله عقده فورا. تم ده؟ لا ده انا قلت للكابتن حسن لان كان وقتها في اتصالات مع ابراهيم سعيد ان يروح الزمالك. قلت له يا كابتن اذا كانت دي رغبتك انا هبعت لك العقود تديها للدكتور كمال درويش. قال لي لا ما دخلش رئيس نادي الزمالك في الموضوع ده. كمان اللاعب يجي ياخد فلوسه من عندك، ياخد عقوده ويدفع الفلوس عندك. ما يصحش ادي فلوس لرئيس نادي الزمالك، ما يصحش ان انا ادخل. قلت له انا ليا هدف هيبان كمان شهر، في كلام وضغوط على ابراهيم سعيد هيمشي من عندنا. قال لي احنا نعمل الاصول. الله. وعملنا الاصول وما اتعملش معانا الاصول. عملنا الاصول وما اتعملتش معانا الاصول. عبقري.